ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام. أتعجب ممن يصدقون محمدا ويتبعون دينه الجديد؟ أتباعه يزدادون يوما بعد يوم. لا بد أن نكشف كذب محمد أمام الجميع. وكيف ستفعل ذلك؟ نطلب منه أن يرينا علامة تدل على أنه مرسل من عند ربه. الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله وأنبياءه بمعجزات تدل على صدقهم. وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، طلب منه المشركون أن يريهم علامة تؤكد صدق نبوءته فيؤمن به، فأعطاه الله معجزة عجيبة. انظروا، انظروا إلى القمر، إنه ينشق نصفين. يا إلهي، إنهما يبتعدان عن بعضهما. لا أكاد أصدق. لقد عاد القمر كما كان. لا تصدقوا ما رأيتم، فربما سحركم محمد. اذهبوا واسألوا الناس خارج مكة هل شاهدوا انشقاق القمر أم لا. وفي نفس الليلة التي انشق فيها القمر، كانت توجد قافلة مسافرة، فرأت القمر ينشق نصفين. أيها الناس، أيها الناس، انظروا إلى القمر ينشق إلى نصفين. نعم نعم، رأيت القمر، رأيت القمر أمس انشق إلى نصفين. لقد سحرك محمد. نعم، إن محمدا ساحر، ساحر لا تصدقوه. ظل المشركون على عنادهم ورفضوا قبول الحق، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر،